اول مره شفتيني على شاشه كنت حاسه بايه؟ كنت حاسه بقى الدنيا كلها مش سيعادي. كنت مبسوطه قوي طبعا. امتى بتحسي انك فخوره بيا؟ بحس اني فخوره بيكي لما بقابلك بصحابي. قولي لي انت بقى بتعرفي ازاي انا زعلانه ولا مبسوطه؟ يا لازم اعرف يا بنتي. بتعرفي ازاي؟ بعرف من وشك طبعا ومن عينيكي ان ام يا بنتي. لازم احس بيكي. امتى عيطتي من الفرحه بسببي؟ لما قمتي بالسلامه، لما جات لك ازمه صحيه كبيره وقمتي بالسلامه وخرجتي من المستشفى. يا حبيبتي الحمد لله. الحمد لله. ايه اول حاجه بتيجي في بالك لما بتسمعي كلمه ماما؟ يا يعني ببقى مبسوطه طبعا. مامو بتاعتك دي عسل. انا بقول لك مامو. ايوه دي عسل، دي عندي عسل. واول ما اسمع مفتاحي الباب وانت راجع من عملك واقول بادو، تقولي ايوه يا مامو، تبقى عسل. ببقى فرحانه قوي طبعا انك جيتي بالسلامه.